التسوق هالايام صار احتراف، والشاطر هو يلي بيلاقي احسن سعر لاحسن غرض. كيف اذا سلمنا همنا لاشخاص مختصين بهالمجال وخففنا عن حالنا هم التسوق؟ صناديق تطبيق بيحاول يامن كل الاغراض اللي بحاجه الى بيتنا عبر الانترنت. مرحبا عدنان، كيفك؟ اهلا يا اهلا وسهلا، اهلا فيكم في صناديق. اهلا فيك. عدنان، لك زمان عايش بالامارات؟ يعني انا قصتي شويه غريبه. انا صراحه انا عشت في دبي من 2000 وتقريبا من 2003 ل 2006 بحدود الاربع سنين، وبعدين طلعت على كندا كملت دراستي هناك واشتغلت لفتره، ورجعت في تقريبا نهايه 2015 مره ثانيه على الامارات. شو كانت الفكره الاساسيه وراء تاسيس الشركه؟ احنا ما بنوفر الكونفينينس، بنوفر الفاليو اكثر مع الكونفينينس، وبهالشكل احنا بنوفر كل الاصناف اللي محتاجاها ست البيت في البيت او لاصحاب العمل في مكاتبهم باسعار معقوله، بكميات الجمله او بكميات احنا بنسميها البلك. حلو، يعني انت اكيد مريت بتجربه شخصيه اثرت فيك لحتى طلعت بالفكره، مش مجرد فكره تاسيس شركه. طبعا احنا يعني انا كاب لعائله وعندي اطفال، الشوبينج دائما بيكون جزء من الـ من الـ من الميزانيه الشهريه، بينما في المقابل لما يكون الموضوع اونلاين هذا بيفرق كثير. واحنا لما كنت عايش في كندا، في كندا وفي امريكا مشهور كثير موضوع البلك شوبينج اكثر من هون، اللي هو بتروح تعمل مره بالشهر الشوبينج بالكميات الكبيره للاشياء اللي بتستهلكها بشكل يومي. الاسعار الموجوده على التطبيق هل هي مطابقه ام اقل ام اعلى من الاسعار المتعارف عليها بالسوق؟ طبعا احنا في عندنا شيء اسمه ضمان الاسعار، افضل اسعار على الانترنت، وهذا اللي بناكد عليه انه احنا افضل اسعار موجوده على الانترنت، واذا لقيت اسعار افضل من اسعارنا فاحنا بندفع لك فرق السعر. بينما بنحاول من ناحيه ثانيه انه نكون مساوين لاسعار الهايبر ماركتس الكبار او اقل شويه. يعني عدنان، عندكم عروضات لحتى تشدوا اكثر الزبونات ليستعملوا التطبيق؟ طبعا اكيد احنا كمان عندنا عروضات بالتعاون مع الموردين اللي لنا ولاصحاب البراندز، بنشتغل دائما على عروض زينا منافسين للسوبر ماركت والمحلات. عدنان، من وين لقيت تجاوب اكثر مع التطبيق؟ في عنا ردود جيدة أكثر ولويالتي أكثر بتيجي من سيدات البيوت، وخصوصا سيدات البيوت العاملات، لأنه ست البيت هي دائما اللي بتاخذ قرارات في المشتريات في البيت والأمور هاي. زائد طبعا في عنا فئة ثانية رئيسية اللي هي فئة أصحاب الأعمال والشركات. لكن خلينا نشوف كيف بيشتغل التطبيق إذا أنا حابة أتبضع عبر صناديق. طبعا احنا ممكن تشتري اونلاين او من التطبيق، موجود على الايفون وعلى الاندرويد. اوكي. طبعا هيك لما تدخل على التطبيق الهوم بيج بيكون فيها النيو ايتمز، السيلز ايتمز، البروموشنز المعينه، البيست سيلرز، وممكن فيك كمان تدخل تشوف الايتمز اللي طلبتيها قبل هيك. اوكي. طبعا وانس يو ار لوجد ان، طبعا وانس انه في برودكت بدك تشتري بتكبسي على الباي، ويو كان سيلكت اكثر من حبه كمان او اكثر من اوردر، وفيكي كمان تعملي على الاد تو ليست. الاد تو ليست فيتشر اللي هي بتعمل على الشوبينج ليست عندك. يعني ضروري يكون عندي اكونت اكيد لحتى احط كل الديتيلز. طبعا احنا حتى تعملي اي اوردر لازم تعملي اكونت، وهذا الاكونت طبعا بيحفظ لك معلوماتك بحيث المره الجايه تدخلي بتلاقيها بسهوله. طبعا هون زي ما انت شايفه هيك احنا لما يجينا اوردر، اي اوردر من اي زبون، أوكي، بيطلع عنا على السيستم. طبعا الموظف بيقدر يشوفه على طول، بيشوف كل تفاصيل الاوردر، اسم الزبون وعنوانه. يعني عدنان عن جد شو بتوفروا تعب ووقت على الناس وخاصة على ربات المنزل. ايه طبعا، وكمان بالوزن طبعا عنا الاصناف زي ما انت شايفة عنا اكل ومو اكل، بنحاول قد ما نقدر انه نفصل بالصندوق المواد الغذائية عن المواد غير غذائية، واذا صدف انه كان بنفس الصندوق نتأكد انه مغلف تماما بحيث انه يفصل بشكل كامل. عدنان، طب شو اللي بيفرق صناديق عن غيره من التطبيقات يمكن يكون عندهم تقريبا نفس الهدف؟ يعني طبعا اغلب التطبيقات الموجوده بالسوق كلياتها بتركز زي ما حكينا على موضوع الكونفينينس على حساب السعر، فبتلاقي توصيل سريع خلال ساعتين او شيء زي هيك، بينما على حساب السعر لانه بيوردوا من البقالات والمحلات الموجوده بالسوق، بينما احنا نظامنا مختلف، احنا بنشتري كميات كبيره وبنخزن كميات كبيره وبنعمل على هذا الحكي مفاوضات احسن واسعار احسن، وهذا الحكي بنعطيه للمستهلك. وين بتشوف صناديق بالمستقبل؟ بالمستقبل القريب والبعيد خلينا نقول. طبعا احنا ان شاء الله هدفنا خلال هالسنه انه نغطي كل الامارات في التوصيل، اليوم احنا بنغطي في دبي وفي ابو ظبي والشارقه وعجمان، هدفنا نغطي الامارات والمدن الثانيه. وان شاء الله على المستقبل البعيد يعني هدفنا انه نكون ليدر في السيكتور تبعنا. وشو كانت اصعب الاوقات اللي قطعت فيها انت وعم تاسس هيدي الشركه؟
التحدي العملياتي كان اقناع الموردين في الموديل تبعنا كبلك، لان الموردين متعودين يتعودوا مع السوبر ماركت والمحلات العاديه ويبيعوا اصناف باحجام صغيره، بينما الموديل تبعنا هو موديل احجام كبيره فيها توفير اكبر للزبون. عدنان، من بعد الخبره اللي قطعت فيها انت وعم بتاسس هيدي الشركه، اكيد صار عندك صار فيك توجه نصيحه للاشخاص اللي كمان حابين يبلشوا بمؤسستهم الخاصه، عندهم افكار بس يمكن شوي مرددين، شو بتحب تقول لهم؟ يعني صراحه اذا بحكي انا كنصيحه للناس اللي بفكروا انهم يبدوا في اعمالهم الخاصه، هي نصيحه من شقين: التخصص والتفرغ. انا بعتبرهم شيء اساسي. يعني في ناس كثير بيكون عندهم فكره وبكونوا حابين يطبقوها بس ما بيفرغوا لها وقتهم، بيخافوا انه ياخذوا قرار او يتركوا شغلهم او كذا، بيحاولوا يعملوها اون ذا سايد، ممكن تنجح وممكن بس احتماليه نجاحها قليله طالما انت ما بتعطيها كل جهدك وكل وقتك. صح. واليوم كيف تقدر توصف نجاحك؟ يعني احنا بعدنا على طريق النجاح، ان شاء الله يصير نجاح، يعني لساتنا في اول الخطوات، بس اذا ممكن اعتبره بعتبره هو نجاح الشخص او الاشخاص المناسبين. طبعا احنا فريق عمل مو شخص لوحده، في المكان المناسب في الوقت المناسب. الوقت الحالي التكنولوجيا متوفرة بكل سهولة بين كل الناس، وهذا إشي صار يعني موضوع الإي كوميرس عم بيكبر وبصير كتير كبير في كل المنطقة، وبيئة الأعمال في الإمارات بيئة مشجعة للشركات الناشئة أنها تبدأ من هون، وهذا إشي كتير مهم. أكيد قطعت بكتير تحديات مثل سبق وذكرت، بس طبعاً أكيد كان في جانب حلو هي الأوقات اللي ما بتقدر تنسيها اللي أثرت فيك، فشو كانت أكتر أسس النجاح خلينا نقول اللي أثرت فيك؟ من اللحظات اللي كثير الواحد ما بينساها انه لما اجى اول اوردر، واحنا دائما في عندنا رنه صغيره للجرس، كل ما يجي اوردر بيرن الجرس على الموبايل انه وصل اوردر، فبتلاقينا كلنا في المكتب التمينا مين عمل اوردر، زبون جديد ولا زبون موجود وهيك، فهي شغله ما بتنتسى. وطبعا الشغله الثانيه اللي ما بتنتسى لما تلاقي الزباين عجبهم الخدمه واخذوا صور عملوا ريفيو معينه اونلاين، وهذا الحكي بيسعدنا دائما انه نسمع من زبايننا انهم مبسوطين وسعيدين بالخدمه. ان شاء الله بضلكم توفروا وتسهلوا على الناس. الحمد لله. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. ما في احسن من توفير الوقت ورياحه البال. صناديق تطبيق همه يوفر علينا الوقت والسعر وهم التبضع.